بك سلام. سلام، هناك أنباء تتحدث عن معارك قرب القصر الجمهوري، هل لديك من جديد حول هذا الموضوع؟ سلام سلام، هل تسمعني؟ نعم سامعك أخي الكريم. تفضل. سلام سلام، كنت قد سألتك عن المعلومات التي تحدثت عن معارك قرب القصر الجمهوري، ماذا لديك من جديد حول هذه المعلومات؟ نعم، ليس لدينا معلومات جديدة عن الاشتباكات الحاصلة بالقرب القصر الجمهوري، ولكن الجيش الحر يتقدم يوما بعد يوم نحو العاصمة دمشق، ومنذ الصباح الباكر قصف بقذائف الهاون المدفعية الثقيلة يستهدف منطقة المعدنية في حي العسالي بدمشق وباقي الأحياء الجنوبية، واشتباكات بين الحين والآخر في أول اليرموك، وتمركز دبابتين في بداية اليرموك عند البطيخة، وعدم السماح للأهالي بالدخول إلى المخيم، وتعد قوات النظام لحملة على المنطقة الجنوبية على مراحل، وتحاصر المخيم وتقتل المدنيين فيه بالقنص، وتعد العدة لاقتحامه وتنسق مع شبيحته لإثارة السكان الذين قصفتهم وشردتهم على الجيش الحر. ما يحصل في مخيم اليرموك حصل في كل المناطق، وعملاء النظام السوري مثل عملائه في كل المناطق، وسقوط عدد كبير من القذائف في أول مخيم، وأنباء عن سقوط عدد من إصابات بين المواطنين، وتركز القصف على شارع 15 ومنطقة الكتل في المخيم، كما وسقط قذيفة هاون في منطقة القاعة في الميدان أسفرت عن استشهاد وإصابة عدد من الأشخاص، عقب ذلك حالة من الفوضى والذعر أصابت المدنيين، وذلك جراء أطلاق رصاص كثيف من قبل عناصر الأمن الذين توجهوا إلى المنطقة فورا، وطيران الحرب يقوم بغارة على بلدة عين ترمة على أسواق الخير بالتحديد، وكذلك قصف عنيف على منازل المدنيين في البويضة بقذائف الهاون والمدفعية منذ الصباح وحتى هذه اللحظة. نعم. كما تم قصف على مدينة حرست برجمات الصواريخ، ويستهدف عدة أحياء في المدينة، وقصف عنيف يستهدف بلدات السيدة زينب وحجيرة البلد والذيابية والبويضة، وطيران الحربي يشن غارات جوية على مدينة عربين بالتزامن مع قصف مدفعي من إدارة المركبات. نعم سلام، أنا أشكرك شكرا جزيلا، وأنت ناطق باسم شبكة شام من دمشق وريفها على إطلاعنا على الأمور الميدانية هناك.